طيب لو حابب مثلا احمل برنامج اللوجاريتم تشيكر ده واتاكد بعد ما خلصت مثلا ان البحث بتاعي مش هيعدي النسبة، احمله ازاي؟ طيب بكتب في جوجل لوجاريتم تشيكر اكس، ده نوع من انواع البرامج اللي قلنا ان هو بيكون موجود في الجامعات، في من الجامعة بتاعتنا ان شاء الله يعني. بدوس على تاني واحدة هنا، بتفتح لي الصفحة دي. بنزل تحت خالص، بلاقي في نوعين، في برو في الفري فيرجن يعني بتاعه. البرو ده هو اللي بيكون موجود في الجامعات يعني، بس احنا هنحمل الفري. هينزل عادي اول ما هندوس داونلود هينزل عادي الابليكيشن يعني، هنعمل له انستول نثبته على الجهاز عادي، نكست نكست وفينش وما الى اخره. بينزل عندنا عادي، بنفتحه تظهر لنا دي. طبعا هو بيقول لي upgrade to pro ولا continue، لو عايز continue لان انا عايز الفري. هنا بيقول لي انت عايز يعني تعمل تشيك على باراجراف ولا large content يعني مقال كامل، ولا باراجراف ده بيكون جزء صغير. فانا عايز اشوف باراجراف مثلا كامل، انا كاتبه مثلا في برنامج وورد، فانا بدوس load document. لحظة بس الأول أشيل الكلام ده. أنا مثلا كاتب introduction نجي هذا. هو أول ما بيفتح ال introduction بيقفلها تاني وبيكتبها هنا، تمام. هو تقريبا ال reference موجودة برضو، تمام. أنا مش عايز ال reference دي، أنا مش عايزه، تمام. دي ال introduction اللي كتبه، فأنا بدوس analysis. هو بقى بيبدأ يحلل ويشوف. بيقول لي ماكسيمم 150، يعني أنا كاتب أكتر من 150 كلمة، فهو هيحلل أول 150 كلمة. بيقول لي إن هو لو عايز تحلل الموضوع كله حول للبرو. عادي هقسم الانترودكشن بتاعي ل 150 و 150 و 150 وأعمل كل واحدة بعديها يعني، مش مشكلة. طيب هو هيجيب لي سمري يعني الموضوع. بيقول لي نسبة البلاجيريزم في البحث بتاعي 6% و94% من اللي أنا كاتبه يونيك. إن هو بيقول لي البحث بتاعي، بيقول لي فين الجملة اللي أنا واخدها، الجملة اللي أنا واخدها من بحث معين بيكون معمولة بالأحمر، وبيقول لي هو لقاها فين، بيقول لي المصدر اللي هو لقاها منه. إن هو أهو لو دوست على كده هيوديني أهو المصادر كمان اللي أنا واخد منها. قال لي مثلا الجملة دي موجودة بالنص في المصدر الفلاني. ليه؟ أنا كاتب 1 2 3 4 5 6 7 يعني، هو معتبر دي كلمة ودي كلمة ودي كلمة ودي كلمة ودي كلمة، فهو معتبر كل يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كلمات ورا بعض زي بعض زي ما مكتوب في المصدر الأساسي. فده طبعا يعني أكيد اقتباس أكيد يعني، فهو اكتشفها وطلعها بس يعني جملة من وسط كل الكلام ده. فيعني النسبة بتاعتها بتكون بالنسبة لباقي الكلام يعني، فهو بيجيب لك نسبة اللي انت اقتبسته من نسبة اللي انت كاتبه بطريقة بالبارافيزنج يعني. فالمفروض النسبة دي في بحثك كله ما تعديش ال 25%. هي دي حكاية الاقتباس، ما يعديش نسبة ال 25%، وده طريقة البلاجيريزم تشيكر اكس. هو هنا دي ده السمري مثلا بتاع هنا، هنا بيقول لي ريزلت، بيجيب لي حتى نسبة كل جملة انت واخد كم من كم في المية من الجملة الأساسية في المصدر الأصلي. أنا واخد 44% من الجملة الأساسية في المصدر الأصلي، فهو بيطلع لك يعني كل الجملة فيها كم في المية، وهيطلع لك الاقتباس بتاعها من منين المصدر. دي 19% ما عدتش 25%، فهو عاملها بلون أزرق وبرضه جايب المصدر بتاعها. بس دي كده كل ما يتعلق بالبلاجيريزم.